السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في قناتي أنا أعمر كيتشن. يا رب تكونوا جميعا بخير. النهاردة إن شاء الله يومنا روتين، أول تنظيفات العيد بإذن الله. كل عام وأنتم بخير جميعا يا رب. حبيت بقى إن احنا نبدأ كده تنظيفات العيد، منها إيه؟ إن احنا ننظف ونروق قبل العشر الأوائل بإذن الله من ذي الحجة. يعني إن شاء الله كده عايزين نستثمر الوقت بتاع العشر الأوائل دول، لأن أجرهم عظيم جدا جدا. يا رب كده يبلغنا العيد بأعوام مديدة يا رب، واحنا في صحة وأحسن حال. هقول لكم بقى النهاردة أنا بدأت يومي إزاي عشان إيه نشجع بعض كده. أنا كنت جايبة من كام يوم جاتوه من كارفور. كارفور المخبز اللي جوه كارفور نفسه، الماركت نفسه، عندهم حاجات حلوة جدا جدا. انا كنت شايلاه في الفريزر، الجاتو او التورتات بصراحه بشيلها في الفريزر، بس هو مكتوب عليه كارفور اهو. سعر العبوه دي بتتباع على بعضها كده، فيها 4 قطع ب 34 جنيه. الحجم القطعه بتاعها حلو جدا وطعمها خفيف قوي قوي، والسكر يعتبر معتدل، يمكن اقل من المعتدل كمان، وده حاجه مناسبه قوي للناس اللي ما بتحبش الحلويات او للناس اللي ما بتحبش السكر الكتير يعني. فانا دلوقتي بقى جبت الولاد عشان يختاروا القطعه اللي هم عايزينها. اختار يا مروان. انا عايزه الحمر. مش تعملي ميمي عايزه ايه؟ اهي. عايزه دي. ماشي، انا عايزه الحمر. حاضر. فزي ما انتم شايفين كده انا مطلعاهم من الفريزر على طول. بصوا يعني لما مثلا بيكون عندي مناسبه او جايبه تورته بحجم كبير وبيفيض منها، او الجاتوه برضو نفس النظام، بشيل في الفريزر على طول، بيطلع زي الطازه بالظبط. يعني اول ما يفك بيبقى درجه حراره المطبخ بتلاقوه زي الطازه، بالعكس كمان والله يعني ما بتحسوش ابدا ان هو بايت. وكمان انا يعني بسيبه زي ما هو كده، ما بياخدش غير 10 دقائق يمكن على ما يفك، عامل زي العيش بالظبط او اي مخبوزات، بتفك بسرعة جدا. فانا لما لقيته متجمد كده طبعا ولزقوا في بعض، ابتديت ان انا اسلك كده شوية بالسكينة لحد ما افصلهم وهفطرهم بيه. يعني هما في العادة بيفطروا فطار عادي اول ما بيصحوا، بس لو عندي حلويات طبعا لازم هيفطروا بيها. بعد كده بسيبهم ساعة او ساعة ونص مثلا لحد ما يجوعوا، وابدأ اعمل لهم بقى الفطار العادي بتاعهم، سندوتشات او بيض او فول او الكلام ده. خلاص كده انا جهزت لهم الكيك بتاعهم، وهنخلص كده شوية حاجات في المطبخ. انا المطبخ عندي على فكرة يعني نظيف، يعتبر نظيف. انا كنت عامله فيه حاجات كل يوم ايدي فيه، لكن الاساسيات اللي هو التنظيف العميق كنت لسه عاملاه معاكم قريب، وفي نفس الوقت الحمد لله هو ما اتبهدلش مني. فحاجات من على الوش اللي هي اليوميه دي، اللي هو تنظيف الحوض، البوتاجاز، الرخامه، التلميع اللي على الاسطح، ده هو ده اللي انا بعمله تقريبا يوميا. انا بس كان عندي ازايز ميه من امبارح بالليل، الموتور كان يعني ايه بيلعب معايا كده، فانا معرفتش اشغل الميه قوي، فكنت مطلعه الازايز اللي انا بسيبها دايما فيها ميه للولاد، استهلكناها كلها لحد ما الموتور اتظبط معايا. فمليتهم قدامكم اهو، انا بغسلهم برضو بعد كل استخدام، بس انا مش بخلي الولاد يشربوا من الازايز ابدا، ما بحبش العاده دي يعني. فبعودهم دايما الازازه جنبهم والكوبايه جنبهم، ولازم الميه تكون جنبهم برضو، لان هم من ممكن يسهوا عن شرب الميه، وده بيبقى غلط كبير قوي يعني. فدايما الازايز بخليها سواء جنبي او جنب الولاد. وطبعا كالعاده الشبه يوميه ان انا بغسل اول ما بصحى من النوم كمان بالزيت، عشان الغسيل يلحق الشمس وياخد اطول وقت او فتره ممكنه في الشمس. فانا كان عندي غسيل للولاد كده كميه معقوله، غسلتها وحطيتها في الغسيل، وهشغل الغساله تاني بعدها. يعني هو نادرا لما بشغل دورتين ورا بعض، يعني انا دايما بحب اغسل يوميا عشان ما استهلكش الغساله دورتين مع بعض في نفس اليوم. وده برضو كان كلام الفني، ان دوره واحده بس في اليوم كافي، لكن لما بكون مضطره وعندي يعني ظروف وعندي غسيل كتير لازم اغسل مرتين في اليوم. استنيت طبعا بتاع غزل البنات يعدي، لان صوته مميز قوي، بيبقى معاه زماره كده، بس انا حقيقه يعني مستحيله اشتري منه اللي بيبقوا في الشارع دول، الا يعني نادرا عشان برضو ما اكذبش عليكم. بس طبعا من ساعه ازمه كورونا دي وانا مستحيل اشتري اي حاجه من بره، خصوصا غزل البنات ده، لانه بيبقى منفوخ الكيس. الله اعلم برضو هو يعني الراجل نفخه بايه، ممكن يكون نفخه ببقه يعني من غير منفاخ بتاع البالونات ده. فطبعا ربنا يرزق الجميع، لكن انا في حاجات كده ما فيهاش نقاش عندي، اللي هي الحاجات اللي بتيجي من بره خصوصا لو ملموسه بالايد. فاحنا دلوقتي بنكمل مع بعض بس المطبخ.
هو البوتاجاز بس هو اللي محتاج شغل مني شوية، لكن غير كده المطبخ الحمد لله كويس، يعني مش محتاج تنظيفة عميقة اللي هي بتاعة العيد وكده، لان انا كده كده كنت لسه عاملاه معاكم زي ما قلت، وكنت مروقة الدواليب ومرتبة كل الحاجات اللي فيها يوم ما عملنا الخزين. والحمد لله انا لحد دلوقتي محافظة على الدولاب ده او الضرفة بتاعة الخزين، فانا يعني كل ما حاجة بتتكركب مني برجعها مكانها، ولما حاجة بتنقص مني برضو بكملها وهكذا، عشان بس الدنيا ما لاقيهاش باظت معايا مرة واحدة. انا بحط على الصابون بتاع المواعين كمان كمية صغيرة كده من الخل، بتنضف معايا كويس وبتبقى حلوة قوي بصراحة. انا لسه مستخدمتش كمان عبوة فير الجديدة اللي احنا جبناها مع بعض في المشتريات بتاعت اول الشهر، دي خلاص خلصت معايا اهو، هبدأ استخدم التانية اول ما الكمية اللي معايا دي تخلص. بس عايزه اقول لكم الجديده ريحتها حلوه قوي. انا اتخلصت بقى من الكميه اللي اتبقت في الحوض، وحطيت عليها برضو شويه من الميه بكلور اللي انا محتفظه بيها دي، وقلت ادعك الحوض كمان بالمره وانا واقفه بالكميه اللي انا حطيتها دي. فهي حاجات ما بتاخدش معاكي وقت خالص، الصبح كده لو انت مثلا بتعملي كوبايه النسكافيه بتاعتك وسايبه اللبن على النار، او بتعملي حتى فطار في الميكرويف او ايا كان، اعملي الحوض كده وانت واقفه، مش هتحسي بيه خالص، وهيعدي عليكي وهتحسي المطبخ قدامك رايق. كفايه ان الحوض ده بتستخدميه على طول في يعني في اي حاجه بتعمليها، حتى لو هتشطفي حاجه من الخضار هتلقي الحوض نظيف ونفسيتك هتبقى كويسه. انا الاجزاء اللي بتبقى تحت المعالق والصفايات دي لازم برضو كل كام يوم اعملها، عشان دي بتصفي ميه وممكن لو اتسابت تعمل فطريات، فانا بحب انضفها كويس عشان برضو ما تعملش ريحه او ما تكونش فطريات لا قدر الله. طبعا الحوض لما بحسه بيتسد معايا اول باول بقوم مسلكاه بالسلاكه الخاصه بتاعته، عندي واحده للمطبخ وواحده للحوض التاني اللي في الحمام، فبسلك كده وبلاقيه بقى راجع زي الفل. هو المشكله عندي في سددان الحوض مش في الصيف ابدا، يعني الجو بيبقى حر والحوض سالك، المشكله عندي بتبدا بقى اول ما الشتا يدخل وتلقوا اول عاصفه كده جت الدنيا بدات تسقع، الحوض يبدا يتسد على طول، يعني دي كده حاجه معروفه عندي، تبقى الدهون بقى بتمسك في المواسير، فلازم اسلكه بقى بطرق معينه كده، حاجه كده بشعه يعني. فابتديت هنا ادخل على البوتاجاز، هو محتاج دعك. العيون نفسها اللي انا بشيلها دي يعني كان بقالي فتره ما عملتهاش، هي ما سودتش لكن عايزه تدعك، عشان كمان لمعتها تبان انها بدات تطفى كمان، واجزاء كده بدات يبقى فيها اسود، فقلت بقى بالمره بقى داخلين على عيد وايه مش عايزين نضيع وقت، خصوصا ان انا في العيد اللي فات اللي هو الفطر ما عملتش تنظيفات العيد دي، كنا بقى داخلين في رمضان وكورونا، غير كمان ان الدنيا ما كانتش حر قوي، فما كنتش متشجعه خالص ان انا اشتغل في البيت. طبعا كمان كنا بنعمل حاجه الكحك العيد الفطر بيبقى مليان تحضيرات قبل العيد، لكن العيد الاضحى مختلف، انه التحضيرات في العيد نفسها، يعني العيد نفسه اول ما بيجي بتاع الاضحى بهدله بقى، وحوسه بتاعه الذبح والكلام ده بتبقى حاجه كده يعني ايه، بتاخد منك مجهود كبير وبهدله في التنظيف، وفي ناس كمان ما بتفرش البيت على العيد الكبير، يعني مثلا تلاقوها نظفت وعملت كل حاجه وتسيب البيت زي ما هو من غير سجاد مثلا لحد ما تخلص من البهدله بتاعه الذبح والكلام ده. فكل واحد بيلاقي حاجه مناسبه ليه بيعملها، فانا برضو يعني ما بحبش في الصيف افرش حاجات كتير، بس بضطر افرش برضو اولا عشان الولاد ما يمشوش حافيين او يعني على السيراميك، ما بحبش كده ابدا، وهما ما بيحبوش كمان يتأيدوا باي حاجه في رجليهم مده طويله. وبالنسبه بقى للحوامل بتاعه البوتاجاز نفسه، يعني دي انا طول ما انا ايدي فيها بصراحه بتفضل نظيفه، يعني دايما لما باجي انضفها معاكم بقول لكم كده، عشان بصراحه لما بتتراكم عليها ولو سبتيها فتره طويله هتلاقيها تعبتك جدا جدا، وممكن كمان اصلا تكسري تعمليها من كتر ما الدهون ماسكه فيها، هتلاقي كمان نفسك عايزه تكحتيها بحاجه معدن، يعني مثلا عايزه تكحتيها بالسكينه او بظهر السكينه، كل ده برضو بيأثر عليها، فالاحسن ان انت تبقى ايدك فيها عشان ما تضطريش تلجئي للطرق الثانيه اللي ممكن تأثر عليها. انا بعملها بصراحه يعني كل فتره، يعني ممكن كل 10 ايام ممكن اكتر، عشان برضو اكون صريحه معاكم، لكن هي مش كل مره بغسل فيها البوتاجاز اقوم غسل فيها الحوامل، هي يعني بتاخد لها مده على ما ترصب دهون، مش من اول استخدام او من اول كام استخدام. العيون دي بقى هي بصراحه اللي عايزه تدعك معايا كويس، دعكه كويس. انا حطيت عليهم شويه ميه بالصابون وشويه من الميه بكلور، الميه بكلور برضو خلي بالكم بتدعك العيون كويس قوي، بس خلوا الكلور مخفف عشان ما يبهدش
العيون او حتى البوتاجاز من فوق برضو هتلاقوه بهت معاكم كده بسبب الكلور. عموما هو البوتاجاز بصراحه ما بيحبش كيماويات كتير، ممكن تجيبي له ملمع الاستانلس ده اللي ممكن يديكي لمعه كويسه من غير ما يتطفى معاكي او تلاقيه جير، لكن اكتر من كده بصراحه جربت حاجات كتير قوي مش كلها كويسه. كيماويات بالذات على الاستانلس ممكن تضيع اللمعه بتاعته وتطفيه. انا بسيبهم شويه يتصفوا كده، بعد كده ببدا ان انا ارصهم مكانهم عشان العيون دي لو فيها ميه بتنزل على المكان بتاع الشعله، وبحس ان الاشعال الذاتي ما بيشتغلش معايا على طول من اول مره، لازم الحاجه تكون ناشفه كويس قوي عشان كمان يعني دي كهربا المفروض ما يجيش عليها ميه. انا حطيت بقى العيون مكانها وهحط الحوامل، وهو كمان بينشف عشان انا على طول مشغله المروحه في الصيف. الولاد بقى بعد ما اكلوا الجاتوه قعدوا شويه كده وطلبوا مني فشار، يعني ما بعملهوش كتير بس هو خلي بالكم مفيد جدا. انا حبيت بقى ان انا اعمله في حله، بصوا الحله دي يعني هي طقم قديم عندي بس انا مخليه الحلل الكبيره بتاعته للاستخدامات اللي هي بتتبهدل شويه، زي مثلا الفشار لان ساعات الطاسه او الحله اللي انا بستخدمها الاقيها حروقت مني كده من تحت، وكمان الخروب الحاجات اللي بتحتاج بهدله شويه، فانا بستخدمه للحاجات اللي زي دي طقم الحلل ده بالذات. فانا عملت لهم بقى فيه الفشار كده، عايز اقول لكم لو عملتوه يوميا للولاد والله مفيد جدا جدا دور الفشار بالذات. انا بحط لهم كمان عليه توابل بس مش دايما، يعني انا في العاده بقدمه لهم ساده من غير ملح اصلا، لكن كل فتره كبيره شويه كده بحط لهم من التوابل او البهارات بتاعه الفشار والبطاطس اللي بتتباع عند العطار، بيكون طعمها حلو ومملحه برده ومديها نكهه. بالنسبه لي هي احسن من السناكس الجاهزه اللي احنا بنشتريها للولاد برده من بره، يعني على الاقل احنا عاملينها في البيت وضامنين برده اللي فيها، على الاقل عاملينها بايدينا، لكن انا ما بكترش منها بصراحه، يعني ممكن اعملها لهم بالبهارات دي مرتين في الشهر 3 مرات في الشهر بالكتير قوي، اكتر من كده لا، لكن معظم الوقت بعمل الفشار ساده حتى من غير الملح. قبل كده جربت الفشار بالكراميل وبالشوكولاته، اللي بالشوكولاته حلو لكن اللي بالكراميل ده بشع، حسيت ان وانا باكل واحده كده هيجيلي السكر من كتر الحلاوه اللي فيه، فانا محبتهوش بصراحه خالص. انا هنا كنت خلصت الفشار وغسلت الحله وطلعت كمان لحمه تفك عشان اعمل الغداء. عايز اقول لكم طبعا لبس الكم في المطبخ بيبهدل الكم خالص، انا كمي كله بقى ميه وطبعا مش بعرف اشمر عشان التصوير وكده، فالكم اتبل خالص، فغيرت الكم اللي انا لابساه او الطقم اللي انا لابساه وطلعت الغسيل، كانت الدوره الاولانيه خلصت وكنت عايزه اعمل دوره تانية اللي هي بتاعه اخر ستاره عندي بقى عايزه تتغسل اللي هي ستاره الريسبشن. ولسه في كمان ستاره الطرقه زيها بالظبط هي والباك جراوند بتاعها، بس انا ما بغسلهاش غير في نفس اليوم اللي هفرشها فيه عشان دي لازم تتحط على طول عشان التكييف، لكن بتاعه البلكونه دي غسلتها عادي وممكن كمان ما افرشهاش. وكنت كمان غسله اليوم اللي قبليه في اوضه المطبخ كلها، فانا رصيتهم كده في الحامل ده وهشيلهم. وبعد ما الغساله خلصت انا طبعا بظبط الغساله على برنامج المفروشات الصناعيه او الاقمشه الصناعيه اللي بتبقى خاصه بالستاير، فهي ما بتطولش وكمان مده العصر بتاعها بتبقى قليله قوي. هنا بقى انا كنت طلعت البلكونه عشان انشر، طبعا لقيتها فيها تراب عايزه تتلمع كالعاده، يعني هي اصلا البلكونات عندي بتتطرب بسرعه جدا، بس انا طول ما انا ايدي فيها عشان الغسيل طبعا بنشره داخلي لازم تبقى ايدي فيها على طول عشان الغسيل بيبقى من جوه، فانا بعملها دايما ببخاخه فيها ميه وصابون وخلي نفس النظام بتاع اي بخاخه عندي. فابتديت كده ارش، فوانا واقفه في البلكونه لفت نظري حاجه حبيت ان انا برضو اكلمكم عنها، وهي الطيارات الورق. بصوا وانا واقفه كده لقيت طياره ورق لونها اسود وكبيره جدا، حجمها كبير قوي على فكره بس هي يمكن مش ظاهر. سيبكوا بقى من الطيارات، هي شكلها حلو جدا وملفته للنظر، الفكره في الناس اللي بتطير الطيارات، يعني ربنا يعافينا يا رب ويحفظهم طبعا اولا واخيرا. بس يعني انا فاجئت بان شفت فيديو بالصدفه جدا جدا من كام يوم على اليوتيوب، كانت واحده بتتكلم عن الناس اللي بتطير الطيارات الورق وان ربنا يعافيكم يا رب ويبعد عنكم اي شر، في طفل وقع من على السطح البيت بسبب الطيارات الورق دي. هي للاسف لقيت ان هي اكتر من حادثه بالشكل ده، الناس بتقف على الاسطح من اللي بسور واللي من غير سور، وكل ده بيخلي الولاد الطياره بتخلي الولاد دايما باصين لفوق مش واخدين بالهم بيدوسوا في ايه ولا رايحين فين، مش عارفين بيعملوا ايه، فبتبقى لافته انتباههم كله. فالولد يعني ربنا يعافيكم ويعفي اولادكم يا رب وقع من مش عارفه الدور السادس ولا ايه،
ووقع كمان في المنور، فطبعا الموقف بشع، ربنا ما يكتبه على حد يا رب. الموضوع ده ضايقني جدا جدا، ويعني طيارات الورق دي شكلها حلو اه وجميلة وبتلفت نظر الولاد. ابني من ضمن الاطفال اللي كانت بتحبها قوي، وكل يوم يزن عليا عايز يطير الطيارة، وانا بصراحة كنت برفض، لان انا اصلا يعني ماليش دماغ ان افضل واقفة مع طيران الطيارة ده. فانا من ساعة ما شفت الفيديو جبته وقلت له بص اتفرج معايا على الفيديو ده، وشرحت له الست بتقول ايه. صراحة انا اتأثرت جدا جدا باللي بتقوله، وهي كمان يعني انسانة قريبة لوالدة الطفل اللي حصل ده، فطبعا بتتكلم بتأثير فظيع. انا نفسي والله يعني فضلت ادعي لها من غير ما اعرفها، هي وكل اللي بيتعرض لموقف زي ده او غيره. فربنا ما يكتبها على حد، وخدوا بالكم من اولادكم بالذات. الموضوع السنة دي مش عارفة ليه شاغل ناس كتير جدا، وللأسف مش اطفال بس، ده شباب كبيرة يعني، شباب ورجاله كمان. يعني الطيارات دي بقت يعني زي منافسه كده، كل واحد بيعمل احسن طياره واكبر طياره وازاي بيطيروها. فنبهوا اولادكم، ومش كل حاجه شكلها حلو تبقى صح. يعني انا جبته برضو ووريته الناس واقفه على السطح ازاي من غير سور، وده شائع ومنتشر جدا في اكتر من سطح في المنطقه قريبه عندي. ففضلت اوريه، قعد يقول لي لا هم واخدين بالهم. قلت له لا مفيش حاجه اسمها واخدين بالهم، حتى لو واخدين بالهم الغلط غلط، ما ينفعش يتعمل، ان الانسان لازم حيسها عليه لا قدر الله. فاحنا لازم نبعد نفسنا، وربنا يحمينا ويحفظنا اولا واخيرا، وكله بيبقى مكتوب عند ربنا. ربنا ما يوريكم حاجه وحشه ابدا في اولادكم ولا في اي عزيز. يا ريت تنبهوا اولادكم واي حد تعرفوه بمناسبه الموضوع ده. بص بقى، انا كنت نشرت، وكمان الستاره نشرتها على بره عشان ما عنديش منشر خارجي، وعشان كمان ما تدلدلش في الارض وتتبهدل. ودخلت بقى على اوضه الاطفال، طبعا هي اكتر اوضه محتاجه معايا تنظيف اليومين دول، وانتوا طبعا عارفين اللي حصل فيها الفتره اللي فاتت. فكنت لسه فرشاها اول فرش ليها، واول ملايات بقى، واول نومه للولاد. فهم خليتهم يساعدوني، وخليتهم كمان يرصوا حاجتهم، كان في حاجات لسه في الدولاب عايزه تدخل، وبنتي كمان ناديتها عشان تدخل الدباديب بتاعتها دي وترصها كويس. انا ابتديت بصراحه بالدولاب، وابتديت ان انا ارص الحاجات، بس ما كانش كلها، ما كنتش لسه خلصتها، خليت بس رف الملايات فوق لان هو كان تحت. والاولاد عندي ساعدوني، وكل واحد عمل لنفسه رف كالعاده، بس هم غيروا ترتيب الارفف. وبصراحه انا بطبق لهم الهدوم بتاعتهم كلها، وبسيبهم هم يرصوها. يعني رصتهم بتطلع حلوه او مش قد كده، انا برضو ايه بسيبهم يعملوا اللي هم عايزينه، وبعد كده بقول لهم ده صح وده غلط، حط هنا ما نحطش هنا، لكن لازم اديهم مساحه من المسؤوليه يعملوا فيها. وده الدرج برضو ولادي هم اللي راصينه، حاطين بقى من كل فيلم اغنيه كده، حاجه الرياضه بتاعتهم المدرسه، العاب، على كام حاجه كده. طبعا في حاجات واخدينها من عند باباهم، فيعني بيعرفوا يرصوا الحمد لله كويس. فانا بصراحه الدولاب عندي بياخد مني وقت كبير قوي ان انا ارجع ترتيبه، لكن اكتر حاجه بحب اعملها في المفروشات بالذات كلها، خصوصا الفوط والملايات او الحفه، ان انا الفها بيضاوي كده او رول، يعني سوري مش بيضاوي، ايه رول، هي وكل المستلزمات بتاعتها. يعني الملايه جواها الاكياس المخده بالخدديات، بلفهم رول بالشكل ده واحطهم فوق بعض، بيبقى سهل عليا جدا ان انا اسحب اي طقم حتى لو تحت او في النص، من غير ما اكركب الدنيا حواليا. وكمان حاطه المفارش اهو في نفس الرف. انا كنت بعمل كده مع الفوط، بعد كده طبعا بقيت اعملها مع الملايات، خصوصا يعني الولاد عندي لما بيحبوا يختاروا نوع شكل ملايات معين لافرشها لهم، يبهدلوا الدنيا كانوا عشان يختاروا ملايه واحده بس. فلقيت ان الطريقه دي حلوه جدا، عمليه اكتر يعني، وبرده شكلها مش وحش على فكره، بتنظم المكان كده احسن من التطبيق بالنسبه لي. دي كده كانت اول ضرفه، والضرفة التانية برضو كنت زبطت فيها كام حاجة، وكان فاضل برضو كام حاجة كده لسه ما خلصتهاش. بس انا لما جيت ارص الدولاب بصراحة، اليوم اللي انا نظفت فيه غرفة الاطفال معاكم وفرشتها وكده، حطيت كل حاجة في مكانها بس من غير ترتيب. فانا النهاردة بقى ابتديت ارتب، ابتديت اعلق الحاجة مكانها. الشرابات بتاعت الولاد عندي كل واحد عملت له اللي هي مش عارفة الكيس ده، واللي اسمه جربندية لو تعرفوه، ده بتاع رياضة برضو بتاع ابني. فانا استغليته بما ان بقى ما بنروحش رياضات دلوقتي ولا اي حاجه، فديت واحد لبنتي حاطه فيه شراباتها اهو ومعلقاه، والتاني برضو لابني حاطط فيه شراباته، لانها اكتر حاجه بتاخد حيز وبتتكركب، وساعات الاقي فرده شراب ضايعه وحاجات ما بنلاقيهاش اصلا، فقلت المها لهم كده في حاجه معينه تبقى سهله عليهم يوصلوا لها. وتحت الجزء بتاع تعليق الهدوم، لان انتوا عارفين الاطفال هدومهم قصيره شويه، ففي مكان تحت
حطيت برضو كام حاجة من حاجة المدارس وحاجة الرياضة، وكمان الشيلة الصغيرة اللي هي بتاعت رمضان دي، وحطيت كمان شنطة بطانية تحت خالص اللي هي شنط الحفظ بتاعت البطاطين وكده. انا بصراحة بحتفظ بيهم، بحط فيها كل المفروشات زي ما هي، كل حاجة بحطها في كيسيتها، ولو ما عنديش حاجة ليها كيس بحطها في اكياس الحفظ بتاعت المفروشات اللي هي بتتجاب من اماكن كتير، بس هي بتختصر المكان كويس قوي، فاهمين ازاي؟ وفي منها كمان اللي هو بيتشفط بالمكنسة الكهرباء، فما بتاخدش حيز خالص، وفي نفس الوقت بتاخد كمية كبيرة من الملابس. علقت كمان البرانس بتاعتهم، لان بصراحة كنت معلقاهم بره الدولاب وكان منظرهم مش حلو، وانا برضو في نفس الوقت ما عنديش علاقة ورا الباب خالص. وده الرف ده فاضي بتاع الادوية، لان انا لسه هرص الادوية فيه. وده برضو رف للمفروشات، لسه هعيد ترتيبه، لان انا زي ما قلت لكم حطيت الحاجة كده زي ما هي في الدولاب من غير اي ترتيب، انا بس كنت عايزة افضي الليفينج من الحاجات اللي انا كنت حاطة فيها. فابتديت انزل بقى الحاجة كده ورا بعض، وهرجع ارصهم تاني، لان كان شكلهم بصراحة عشوائي جدا مش مترتبين، وعشان كمان ضلفة الدولاب تقفل كويس معايا. دول المفروشات بتاعت غرفة الاطفال وغرفة النوم عندي، انا مكنتش بصراحة لايلهم مكان من زمان خالص، فانا كنت دايما حاطة الحاجة دي في اوضة الاطفال، لكن موفرة في المكان انا بسبب ان انا بشيل اللبس الصيفي في الدولاب لو احنا في الصيف، والشتوي في نفس الوقت بشيله تحت السرير، والعكس يعني كل موسم بطلع حاجته في الدولاب والموسم المعاكس بشيله تحت السرير، فده اللي مخلي الدولاب معايا موفر في المكان شوية، فبشيل فيه المفروشات، خصوصا لو في حاجة مثلا من غير كيس من المفروشات، بصراحة بوفق لها كيسة كده تكون بسوستة حتى لو قماش بحفظ فيها المفروشات. وده كفر سجاد كده انا ما بستخدمهوش، برضو شيلته. وكمية الادوية بقى اللي عندي، عايز اقول لكم يعني ربنا يعافي اولادنا يا رب، طبعا اللي عندها اطفال بتبقى كمية الادوية بتاعتهم رهيبة، بالذات لما بيقرب فصل الشتاء او بيجي فصل الشتاء. الكيسة اللي انتوا شفتوها دي فيها البرشام والكبسولات وكده، ودي دفاتر التأمين بتاعة الاطفال اللي هي بيتولدوا بيها، وفيها التطعيمات والكلام ده، ودي حاجة السخونية بتاعة الولاد. عايز اقول لكم الشريط اللاصق بتاع خفض الحرارة ده صراحة مش عملي خالص بالنسبة لي، احسن حاجة هي الكمادات صراحة، يعني الكمادات وخفض الحرارة اللي هو الشرب، اكتر من كده يعني مفيش. ودي طبعا الماسكات بتاعت التنفس بتاعت ابني، ربنا يعفي عنه يا رب، بتاعت حساسية الصدر وكده. عايز اقول لكم يعني نفسي اللهم ادعيني وافتح الاقي ابني ربنا عافاه كده من حساسية الصدر، يعني بصراحة مسبب لي ازمة جامدة قوي، وهو كمان طبعا بيتضايق جدا جدا من الكحة، فربنا يعفي كل مريض يا رب، ويشفي كل مريض، ويبعد عن اولادنا اي شر. الحمد لله طبعا على كل حال اولا واخيرا. دي بقى الأدوية، أنا بحاول بقى أبص على الصلاحية بتاعتها، في حاجات عندي لقيتها منتهية الصلاحية بقى لها فترة كويسة كده، فطبعا ابتديت أتخلص منها عشان كمان أوفر مكان، وفي حاجات لقيتها كمان خلصانة أو فيها يعني قد معلقتين كده، فأنا برضو هتخلص منها وهسيب بس الحاجات اللي هي شغالة أو اللي لسه صلاحيتها قدام مطولة شوية. طبعا هجمع كل اللي عايز يترمى في كيس، والحاجات اللي أنا هستخدمها برضو هحطها في كيس تاني، وبعد كده هفصل الادوية عن بعضها. يعني بحب دايما وانا برص الرف بتاع الادوية بحط كل ادوية ليها نوع معين مع جنب، يعني بتاعت الصدر لوحدها، بتاعت الجهاز الهضمي لوحدها، هكذا يعني، عشان يبقى سهل عليا لا قدر الله لو احتجتهم يبقوا تحت ايدي من غير ما افركش الدنيا حواليا. طبعا الاكياس دي بتاعت محلول الجفاف، برضو ربنا يعفي ولادنا يا رب، بتبقى بازمة لما الاولاد بيجيلها اسهال، ربنا يعفيكم جميعا، فلازم برضو الاكياس الملح دي بتاعت الجفاف تكون موجودة. العبوة دي بقى انا بشيلها في المطبخ عندي، دي فيها اكتر الحاجات اللي الولاد بيستخدموها او اللي احنا كمان بنستخدمها، طبعا زرتك بتاع الحساسية والبخاخات بتاعت الصدر، ادوية البرد، ادوية كحة، خفض حرارة، حاجات كده بدائية قوي تكون مع عندي في المطبخ تحت ايدي على طول. انا فرشت هنا، على فكرة انا شلت كل مفروشات الدولاب، هي كان الدولاب كله مفروش بالمفارش دي، في حاجات لقيتها اتهلكت فشلتها، وفي السليم فرشته، انا مفرشتش غير الرف ده بصراحة، والجنب اللي انا بفرشه ده هو ادوية الكحة والصدر والكلام ده، فبحطهم بالشكل ده، بحطهم داير ما يدور الدولاب كله، الرف كله سوري، عشان ما يبقوش ورا بعض وفي حاجات ما اشوفهاش، لا انا بحطهم كده داير ما يدور في النص، بحيث ان انا اخلي المكان او المساحة اللي في النص دي فاضية،
واسحب اللي انا عايزاه من قدامي. والجنب الشمال ده أدوية الجهاز الهضمي والإسهال واللي هو مهضم والحاجات دي. الترتيب بيبقى حلو بصراحة، بيسهل عليك كتير جدا. يعني في أوقات كده لا قدر الله الولاد بتتعرض لأي حاجة، بتبقى عايزة تلحقيهم بأي دواء. من الحاجات كمان اللي أنا بطلعها قدامي اللي هو الكريم هيموكلور بتاع الكدمات ده، بقى بصوا يعني تحت ايدي على طول، يعني ما كنتش ماسكاه في ايدي على طول، بنتي على طول بتتخبط، ابني لو وقع لا قدر الله حاجه من دي طبعا بلحقهم الاول بتلج بعد كده هيموكلور. فالاسعافات الاوليه المبدئيه دي لازم تكون موجوده في اي بيت، خصوصا لو في اطفال. ربنا يعافي ولادنا جميعا يا رب، ومحدش يضطر ابدا للادويه، ويكفينا شر المرض، امين يا رب العالمين. انا هنا خلصت الرف بتاع الادويه وخلاص، الاوضه الحمد لله كده جهزت معايا، اللابتوب بس هشيله من مكانه. بصوا البطاطين دي بقى ما لقيتلهاش مكان خالص، فحطيتهم في الشكل ده، يعني المساحه مش مستهلكه حطيتهم فيها. وبقيه اللحفه برضو حطيتها فوق الدولاب، بما اننا لسه في صيف فمش هستخدمهم دلوقتي، فيعني الشكل مبدئيا كويس. طبعا بعد ما روقت وكل حاجه نطفت خلاص، شلت، كان في غسيل اصلا على المنشر قبل اللي انا نشرته، فجبته بقى عشان اطبقه، وكان من ضمنهم الملايات دي، فحبيت اوريكم بس انا بحط الملايات ازاي عشان افلفها الرول اللي انتوا شفتوه معايا ده. طبعا بطبق البطاطين، سوري، المخدات والخدديات بحطها كلها على بعض كده، اقوم بطبقها رول بس، خلاص هي كده خلصت. وهعمل التانية بنفس المنظر ده برضو، بصراحة بتوفر معاكي المساحة خالص، وما بتفركلش لكيش الدنيا لما تيجي تسحبي ملاية تلقي اللي فوقيها وقع واللي تحتيها تفركش وكلام من ده. فبصراحة الطريقة دي احسن. عايز اقول لكم ان ده ملابس شتوية برضو كانت على المنشر، بقية الحاجات الشتوية اللي انا كنت غسلاها، يعني هو كان كيس كده ضايع مني في السكة، ما خدتش بالي منه خالص ان انا اغسله هو كمان. وكان برضو في جزء من لبس المدرسة بتاع ولادي فغسلته برضو، في حاجات شتوي كتير فحشيله برضو تحت السرير بعد ما احفظه في اكياس. ومن الحاجات برضو اللي احنا كنا لسه مرجعينها مكانها قريب، الديب فريزر اللي احنا كنا شايلينه برضو من الأوضة، فديت له تلميعة كويسة قوي، وحطيت عليه كمان البرينترز لان انا اصلا كنت شايلاهم وده كان مكانهم، للأسف انا مش لاقي لهم مكان تاني، هما مش تقال قوي يعني، هما خفاف نسبيا كده، فانا حطهم كده فوق بعض لان بصراحة مش لاقي لهم مكان خالص. بس انا سايبة مساحة جنب الفريزر من الشمال ومن وراه كمان عشان التهوية السليمة تكون افضل. طبعا انا اديته تلميعة كويسة وهو من جوه الحمد لله متنظم، وانا محافظة على تنظيمه، خصوصا كمان ان العيد باذن الله جاي علينا، فانا هحتاجه وهحتاج ان هو يكون منظم اكتر. انا بقى دخلت على المطبخ بعد ما خلصت بقى غرفة الاطفال، كنت عايزة اعمل الاكل. اللحمة طبعا كانت فكت معايا، طبعا احنا في صيف فبتفك معايا بسرعة جدا، اوقات كتير لما بيكون عندي وقت او يعني مطلع الاكل من بالليل بطلع الاكل في التلاجة من تحت، وده افضل طريقة لفك الاكل من التجميد. لو مستعجلة قوي قوي بحطها في الميكروويف، او لو يعني كنت في مشوار وجيت ما عملتش اكل بطلع اللحوم من الفريزر برضو ادخلها الميكروويف تفك، واسيبها بتاع نص ساعة بعد كده ابدأ اشتغل فيها. لو مش مستعجلة يعني وصل زي النهاردة كده بطلعها تفك عادي على رخامة المطبخ، وبشتغل فيها قبل ما تنزل كل السوائل اللي فيها. يعني بصوا اللحمة ماسكة نفسها، ما نزلتش اي مية لسه، فهي فيها نسبة تجميد بسيطة قوي. وانا كمان بفضل اقطع اللحمة وهي متجمدة نسبيا عشان بيبقى تقطيعها اسهل بكتير، وبتديكي تقطيعة مستقيمة. انا هقطعها صغير عشان هعمل كباب حلة، فانا بصراحة الاكلة دي بحبها جدا جدا، فتقريبا بعملها كتير. اكلة حلوة في نفس الوقت يعني بتنجز، واللحمة لما بتتقطع صغير بتلاقيها بتستوى اسرع، والولاد عندي بيحبوها برضو. طبعا كباب الحلة ده عايز كمية بصل كده يعني مش طبيعية. الوصفة دي غالبا بتبقى عايزة قد كمية اللحمة كمية بصل زيها، فعلى قد الكمية يعني. لكن انا بصراحة جبت اكبر كمية بصل عندي بقى، معرفش هي قد ايه بالظبط، قطعتها كده شرايح. بعد ما قطعتها كمان حسيت ان هي طبعا برضو كميتها كبيرة، فهشيل جزء منها في التلاجة وهستخدم الباقي.
طبعا عايزه اقول لكم بقى كميه البصل دي وانا بقطعها يعني خلتني اعيط، بس يعني الحمد لله هشيلها بقى في الثلاجه وهكمل بقيه الاكل. يعني كباب الحله ده خفيف قوي قوي، وجربوه بجد هيعجبكم جدا باذن الله. يعني اكيد انتوا عارفينه، بس هو كان من الاكلات اللي كانت سهيه عني خالص، ابتديت اعملها من فتره مش طويله، وبصراحه يعني ما بستغناش عنها، كل اسبوعين ممكن اعملها مره. شلت بقى البصل في كيس، وكمان كان عندي بطاطسايه صغيره كده، كانت اخر واحده عندي، قطعتها مكعبات وحطيتها في ميه، وكان عندي شويه فلفل الوان برضو طلعتهم من الفريزر، كانوا اخر كميه، قلت استغل بقى البواقي دي في الاكله، وساعات لو عندي خضار تاني بحط، بس يعني هو كده كفايه قوي. وساعات برضو لما بيبقى عندي طماطم مكعبات ممكن اضيف، بس يعني ما بفضلهاش قوي في كباب الحل. وحطيت كمان شويه زيت وحته زبده في الحله كده، وهنزل بقى على تشويح اللحمه على طول، بديها صدمه عشان بس ما تنزلش ميتها، وممكن كمان ما اضيفش الكميه كلها مره واحده عشان ما تلاقوهاش بدات تستوي، او يعني سوري تنزل ميه وتبدا تنشف. فانا هشوحها الاول تشويحه كويسه، بعد كده هضيف بقيه الكميه واسيبها بقى تستوي على مهلها خالص. يعني الطريقه دي عايزه اللحمه تكون دايبه معاكي، فاصبري عليها واديها وقتها. وكمان انا ممكن اقطعها ساعات حجم اصغر من ده، بس يعني ايه كنت مستعجله بقى النهارده وقلت مش مهم اي تقطيع وخلاص، بس برضو طلعت حلو. هسلي بقى الكميه دي تستوى شويه او يعني تتشوح، بعد كده هنزل بالكميه التانية لما دي تتشوح تشويها كويس. بس هو بقى انا طبعا ما بزودلهوش ميه كتير، يعني حبه حبه كده على حد على قد الاحتياج، عشان ما تبقاش شوربه، ما تتحولش معايا لشوربه، فاهمين ازاي؟ خلاص هي اللحمه كده اتشوحت تقريبا كلها وابتدت تنزل شويه من الميه، انا هسيب الميه دي اللحمه تشربها، بعد كده هبدا اضيف البصل. عايزه بس سريعا كده اقول لكم على بقيه اسماء حبايبي اللي طلبوا ان انا اذكر اساميهم. بصوا المره اللي فاتت بصراحه نسيت اقول كل الاسامي، من ضمنهم مامة لما ولمار، هي بعتالي على الفيسبوك على الاكونت الشخصي بتاعي بتقولي انا بحب اسلوبك جدا، وقولي اسامي لما ولمار عشان هما بيتفرجوا عليكي معايا على الشاشة. صراحة انا بتبسط جدا جدا لما بعرف ان في اطفال بيتفرجوا عليا، يعني ربنا يبارك فيهم جميعا. انا يعني بشكركم يا لما انتي ولمار، انتوا حبايبي والله، مبسوطة جدا ان انتوا بتتفرجوا عليا وبتتابعوني، ده شيء يسعدني جدا. وبتقول لي كمان يا ريت تورينا شكلك في فيديو، بصراحه انا الموضوع ده اتكلمت معاكم فيه في الفيديو اللي فات، قلت لكم ان انا يعني مش عايزه اوعدكم عشان برضو محدش يزعل مني في الاخر، لكن انا الموضوع يعني بفكر فيه تحت دراستي لسه، مش عارفه والله ايه مدى ان انا هنفذه او لا، لكن يعني كل اللي اقدر اقوله لكم ان شاء الله ربنا يعني يعمل اللي فيه الخير. انا والله حاسه ان ظهوري مش ليه فايده قوي في تقديم الوصفات او في الروتين، يعني ده وجهة نظري، لو انتوا حتى مش شايفين ان ده صح، بس انا بصراحة شايفة ان يعني انا مش هقدم حاجة جديدة بوشي، فاهمين ازاي؟ لكن طبعا من حقكم عليا ان انتوا تعرفوا مين اللي انتوا بتتابعوها، تعرفوا شكلها على الاقل، تعرفوا هي مين، وده اكتر من مرة طلب مني برضو عرفينا بنفسك، طبعا ده حقكم عليا في الحتة دي، بصراحة انا مش هقدر اتكلم ان يعني انا اعرفكم بنفسي، او يعني على الاقل كده تعرفوا كم معلومة عني، دي ما فيهاش اي مشكلة، بس ان شاء الله برضو يعني ايه انا مش عارفة امتى، بس ان شاء الله انا برضو حطها في الحسبان. من ضمن الاسامي كمان اللي طلبت مني سلمى خالد، طلبة مني ان انا اقول اسمها، ربنا يبارك فيك يا سلمى، انتوا كلكم حبايبي والله. وجانا كمان بتقول لي بحب حضرتك قوي، انا اللي بحبكم جدا والله من غير ما اشوفكم. وكمان عايزه اذكر اسامي اولاد اصحاب اولادي، لان هم برضو بيتابعوني، وبتبسط جدا جدا والله لما بسمع ان في اطفال بتتابعني، دي حاجه بتسعدني قوي قوي. من ضمنهم طبعا حبيبه يعني صاحبه بنتي، حبيبه مامتها بتقول لي ان هي دايما بتتابعني، يعني هي اي فيديو بينزل لي هي اللي بتتابعني الاول، يعني هي بتشوف دايما الفيديوهات اول باول لما بنزلها، وبتروح تقول لمامتها دي طنط الاء نزلت فيديو النهارده. حبيبة انتي حبيبتي، وانتي عارفة ان انا بحبك، وعارفة ان ماسة كمان بتحبك، ربنا يبارك فيك يا حبيبتي ويخليكي لبابا وماما. وعايزة برضو اقول اسم هبة، هبة دي صاحبة ابني في او يعني زميلة ابني في حفظ القرآن، ربنا يبارك فيهم جميعا يا رب وفي اولادكم،
انا برضو عارفه ان هي بتتابعني من غير ما تطلب مني ان انا اقول اسمها، بس انا عارفه ان هي بتشوف فيديوهاتي. هبه امين، انا بحبك جدا يا هبه وانتي عارفه كده كويس. ربنا يبارك في اولادنا جميعا يا رب، واي حد ليه اي طلب عندي انا مش بتاخر ابدا، يعني من يوم ما فتحت القناه وانا الحمد لله يعني بلبي اي طلب بيوصلني، حتى لو مطلوب من شخص واحد او من فرد واحد بس. فانتوا كلكم على راسي، ما عنديش حد احسن من حد، وكلكم والله يعني سبحان الله بحبكم في الله. انا بقى هنا كنت خلصت اكل، وكنت عملت كمان رز بالشعريه جنب الاكل، ولما باجي اغرف ابني بيجي يقول لي لا انا هغرف لنفسي عشان انا عارف انا هاكل قد ايه، فعشان ما تغرفليش كتير، وطبعا بيفوض، بس برضو ما يمنعش ان هو لما بيغرف لنفسه برضو بيفوض، فهو خلاص يعني بقت عاده عندهم يفوضوا الاكل. بس طبعا انا مش برميه، انا بحتفظ بيه لتاني يوم، او لو جاعوا تاني بعد شويه باكله لهم برضو بعد ما بسخنه. وعملت هنا خلاص كباب الحله، والبطاطس كانت استوت معايا، حطيتها في اخر فتره تسويه في الاكله، بتطلع حلوه جدا على فكره، طعمها بيبقى جميل. الصوص بقى اللي بيبقى طالع من كباب الحله ده بالنسبه لي طعمه احلى من اللحمه. البصل لما بيبقى كتير ويبدا يدوب بقى ما بيبانش خالص ولا بيبقى ليه اي تاثير، بس بيدي طعم حلو جدا، بالذات لما يتكرمل كده وياخد لون الكرمله بتاعه اللحم. احنا هنا كنا بناكل يعني ايه دايما الغدا بتاعنا ما بين المغرب والعصر، يعني لما بين العصر والمغرب كده، ممكن بالتحديد من على الساعه 5، من 5 ل 6، فده تقريبا وقت غدانا. انا هنا كنت غرفت، وكمان يعني روتيننا خلص، والله انا بزعل لما الروتين بتاعنا بيخلص، ببقى عايزه اقعد معاكم اكبر وقت، وبعتذر طبعا عن طول الوقت معاكم لو زهقتوا من الكلام والرغي كتير، بس انا والله الروتين ده بيخليني بقرب منكم اكتر، وبحس ان انتوا اخواتي وقاعدين قدامي وبنتكلم مع بعض وبترد عليا في التعليقات. فربنا يبارك فيكم يا رب جميعا، وانا بستنى تعليقاتكم بفارغ الصبر، وبتسعدني جدا، وهي اللي بتمديني بالطاقه وبالنشاط، على عكس ما هو بيتقال ان الفيديو الروتين بيشجعكم، بالعكس هو بيشجعني انا قبليكم، عشان عارفه ان انتوا هتشوفوه وهتبسط جدا من تعليقاتكم. ما تنسوش لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه لو اول مره تشوفوني. مع السلامه.